موجز لأهم الأنباء من قناة التناصح، أهلا بكم. انطلقت صباح الثلاثاء بتاجوراء مسيرة لإحياء الذكرى التاسعة لمظاهرات 25 من فبراير ضد نظام القذافي، وبدأت المسيرة من وسط تاجوراء تخليدا ووفاء للـ24 شهيدا الذين قوبلوا بالرصاص الحي بعد هتافهم ضد نظام القذافي نصرة لمدينتي بنغازي ومصراتة، حيث التحم المتظاهرون بسكان سوق الجمعة وعرادة والهاني متجهين إلى ميدان الشهداء محاكاة لانتفاضة عام 2011. أصيب 6 أشخاص بينهم 4 أطفال إثر سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيات مجرم الحرب حفتر ليلة الاثنين على منطقة بوسليم، كما تزامن هذا القصف مع قصف ميليشيات حفتر لمطارم عتيقة المدني بعدة قذائف في خرق جديد لوقف إطلاق النار، يضاف إلى عدة خروقات سابقة لميليشيات حفتر استهدفت فيها الأحياء والمنشآت المدنية بالعاصمة وتسببت في مقتل وإصابة المدنيين. أكد رئيس وفد حكومة الوفاق بمحادثات 5+5 العسكرية بجنيف اللواء أحمد أبو شحمة خلال تصريحات تلفزية أنه لا تنازل عن مطلب رجوع ميليشيات حفتر إلى مواقعها قبل 4/4. وقال أبو شحمة: ما قدمناه للبعثة في ختام الجولة الثانية من المحادثات إما أن يقبل حزمة واحدة أو يرفض كليا، مضيفا أن قوات الجيش لا تتحمل مسؤولية الدماء التي تراق جراء تعنت الطرف الآخر. وأوضح أبو شحمة أن ما نوقش مع البعثة يرتكز على وقف إطلاق النار وعودة النازحين إلى منازلهم، كما أكد أنه لا يمكن التنازل عن دماء الشهداء والتضحيات ومعاناة الجرحى وأسر الشهداء والمهجرين والنازحين. ذكر موقع إيتاميل رادار الإيطالي المتتبع للرحلات في البحر المتوسط أن طائرة تابعة لسلاح الجو الروسي من نوع توبوليف هبطت ببنغازي الاثنين، وأوضح الموقع أن الطائرة انطلقت من مطار موسكو ومرت بمطار اللاذقية في سوريا قبل أن تحط في مدينة بنغازي، ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تهبط فيها هذا النوع من الطائرات الروسية ببنغازي، متخذة رقم الرحلة والمسار ذاته منذ أوائل يناير الماضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.